بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طلب الثالثة ثانوي، أهلا بكم. عام دراسي جديد موفق بإذن الله. قبل ما تبدأ، حط على مكتبك: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري. حط على مكتبك: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. على الحيطة كده، أيا كان مكتبك، وشه للحيطة أو وشه لفين، قدام عينيك باستمرار الجملتين دول، وخليك أمين. أمين في وقتك، أمين مع مدرسك، أمين مع الله، كل الخير هتلاقيه إن شاء الله. لو ركزت في الكلام اللي قلت لك عليه ده وعملته على المظبوط، شهر 8 اللي جاي إن شاء الله هتلاقي نفسك من أوائل الجمهورية. Why not؟ العملية يا جماعة عملية اجتهاد وإدارة للوقت. حافظ على صحتك، حافظ على نومك، حافظ على أكلك. Sleep well، من 6 لـ 7 ساعات. Eat well، أكل صحي، ابعد عن الشويات والدهون والحاجات اللي بتنيم دي. Study well. بسم الله. هنعمل إيه السنة دي إن شاء الله؟ طبعا على مدار كل حصة انا بقول لك هنعمل فيها ايه، ولكن خليني اتكلم على طول في سيشن النهاردة. منهج ثانوية عامة انا مقسمه ل 3 parts. Part 1 اللي هنبدأ فيه دلوقت 2 chapters. Chapter 1 Transition Elements، Chapter 2 Chemical Analysis. ده Part 1. ملزمة الاولى اللي نزلت في السنتر ده كده Part 1، لان لو نزلنا البارتات على بعضها هيبقى الورق تقيل، من هنا الخصام ممكن يتقطع. فانا بنزل لك 3 بارتس. بارت 2 باذن الله شابتر 3 كيميكال اكوليبريم، شابتر 4 الكترو كيمستري، البارت الاخير الاورجانيك. تمام. خطه المنهج اللي لازم انا وانت نلتزم بيها، الامانه تقتضي ان اعرضها عليك من دلوقتي. انت ليه دخلت الامانه في الموضوع؟ اصل عدم الامانه هيخليني اعمل ايه بقى اول السنه بقى عشان احببك فيا؟ اقعد ادلع فيك، يعني اشرح حبه صغيره حبه صغيره حبه صغيره، ونيجي اخر السنه نضرب بالجزمه. طبعا ده حرام، لان دي امانه، دي ثانويه عامه. ها الشباتر اللي جايه فيها دسامه، فهتلاقيني عامل لك خطه باذن الله، ميزان لازم اعرضها عليك، طبعا موجوده في اخر الملزمه، عشان مش كلام اول حصه وخلاص. لا، ده انا طابعها لك سوري في اخر الملزمه، اخر الملزمه، اخر صفحه في الملزمه هتلاقي الخطه موجوده، عشان تبقى دي الترمومتر بتاعنا، ده المتر بتاعنا اللي هنقيس بيه احنا فين واشتغلنا ايه وخلصنا ولا لسه ولا هنخلص امتى. زي ما انت شايف بدايتنا الاسبوع الاخير في 8 30 8. شابتر 1 بياخد 5 حصص، شابتر 2 زيهم، شابتر 3 زيهم، شابتر 4 زيهم. حلو الكلام ده. لغايه تاريخ كام؟ ده لغايه تاريخ 17/1. 17/1 المحاضره رقم 20 نكون خلصنا شابتر 1 2 3 4. 24/1 بنعمل ميد تيرم ريفيجن، بعمل لك حصه ريفيجن للفور شابترز، وبعمل لك ايديال اكزام اكسبيرمنتال اكزام على الفور شابترز دول، لان الفور شابترز دول تقريبا 3/4 المنهج. ها 3/4 المنهج تقريبا او تلتينه. ثم هنبدا في بارت 1 اورجانيك، هناخد 2 سيشنز. بعدها 14/2 ده اسبوع اجازه نصف العام، ليك اسبوع اجازه. هنرجع بعد اجازه نصف العام هنكمل الاورجانيك. 18/4 اجازه عيد الفطر، كل سنه وانتم طيبين مقدما. كده احنا خلصنا المنهج. تمام. يبقى قبل ما ناخد اجازه العيد، عيد الصغير اللي هو 18/4، كل منهج خلص الشرح. هنبدا الفاينل ريفيجن، اول سيشن 2/5 ريفيجن شابتر 1، 9/5 2 3 4 بارت 1 اورجانيك بارت 2. اخر سيشن ريفيجن لينا هتكون يس 30/5. بعدها هنعمل ايه؟ هننتظر مراجعه ليله الامتحان. بس بعد الريفيجن بارت 2 هعمل لك من 1/6 ل 5/6 هعمل لك
5 experimental exams. يعني 5 يا مستر؟ 5 امتحانات. امتحنت اول واحد الدرجه مش عاجباني، ذاكر خش التاني الدرجه مش عاجباني، فوت على الخامس تجيب الدرجه اللي عجبانا. طب من اول اكزام جبت الدرجه اللي عجبانا، ايه الدرجه اللي عجبانا دي؟ يعني مش اقل من 55 من 60، تمام؟ جبتها وعايز تمتحن الخمسه، انا اشجع ذلك. بعد الفايف اكسبيرمنتال اكزامز دول اللي هو تقريبا تاريخ 5/6، هنسيبك تذاكر العربي لانه عاده ما بيكون اول ماده، ثم نتقابل في مراجعه ليله الامتحان. الامانه تقتضي ان نعرض عليك الخطه دي. انت كده ليك عندي اسبوعين بس اجازه، واحد نصف السنه والتاني العيد الصغير، تمام؟ اتقوا الله. يعني ايه اتقوا الله؟ يعني زي ما قلت لكم شويه، خليك امين في وقتك وصحتك ومع ربنا. كورس الحصه التاسيسيه، يا مستر الحصه التاسيسيه، الحصه التاسيسيه دي انا ما بعترفش بيها، ومع ذلك انا عملت لك، اوعى تسجلها، هي لي غلطه، اصبر هقول لك ليه انا ما بعترفش بيها. انا عامل لك كورس الحصه التاسيسيه ونزلته على اليوتيوب من 3 اسابيع، تمام؟ الكاشف كيمستري دي الشانل بتاعتنا، وادي اللينكات اللي هتساعدك على الدخول على اول فيديو فيهم. كورس الحصة التأسيسية لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي سيشن 2 3 4 5 6 7 8 8 محاضرات، 8 فيديوهات، وده البي دي اف بتاعها لو عايز تصوره، تمام؟ هنشرح فيها كل الكيمستري اللي اخدتها من 4 ابتدائي لغاية 8 ثانوي، فقط اللي محتاجينها في 3 ثانوي. بنشرح فقط الفيدباك، الكونسبتس اللي خدتها من رابعه ابتدائي لغايه ثانيه ثانوي. طب يا مستر ارجع مرشدي كده، انت كنت قلت من شويه انا مش معترف بالحصه التاسيسيه دي، ليه انا بقول كده؟ بص يا حبيبي، جميع الكورسات دي، اي حرف موجود في فيديو الحصه التاسيسيه انا بالفعل منزله لك في ملزمه الاصليه. يعني سيشن 1 محاضره النهارده، درس النهارده اللي هيتشرح عشان تفهمه لازم اراجع لك على الالكترونيك ديستريبيوشن اللي خدته في ثانيه ثانوي، من اول ثالثه اعدادي لثانيه ثانوي، لازم اراجع لك على الديسكريبشن بتاع البريدك تيبل. فانا مش هعتمد على ان انا نزلت لك حاجات على اليوتيوب واحد سمعها واحد، لا، ده انا بشرحها لك بالفعل. بلاش دي، خد دي. لما نيجي نبدا في شابتر 2 في الكوانتيتيف اناليسيس، لازم اراجع لك على موضوع المول والمولر ماس، لازم اراجع لك على ازاي بنحسب الكونسنتريشن بتاع السولوشن، حاجات خدتها في اولى ثانوي انا نزلتها لك على اليوتيوب اهو. بس لما اجي ابدا شرح شابتر 2 بعد 5 حصص من دلوقتي لازم اشرحها لك تاني. اذا انا من البدايه قلت لك ليه ما بعترفش بموضوع الحصه التاسيسيه، لان كنت بعمل طريقه زمان، قول من 10-15 سنة، اقعد اول 4 محاضرات اراجع للولاد الحاجات اللي خدوها قبل كده، وتمام وزي الفل، وافتكروا كل حاجه وانت جميل يا مستر. اسبوع، 2 شهر، شهرين، الولاد نسوا. يبقى انا ضيعت 4 حصص في اول السنه وشرحت للولاد، وجيت اشرح شابتر 4 اللي هو بيعتمد على الاوكسيديشن والريدكشن، جيت اخش على شابتر 4 لقيت الطلبه ناسين يعني ايه اوكسيديشن يعني ايه ريدكشن. اذا كل الاساسيات دي انا بشرحها لك حصه بحصه في وقتها. لا، وايه كمان؟ الماده العلميه بتاعت الحصه التاسيسيه انكلودد في الملزمه، انا حاططها لك في الملزمه وسط الشرح عشان تذاكرها وكانها حاجه عليك السنه دي، تمام؟ يبقى اللي سمع الكورس ده اهلا وسهلا، تمام، برافو عليك. اللي ما سمعوش انا كده كده هشرحه تاني، اكيد كلامي واضح. الحصه الاولى سيشن 1 بالترتيب كده، بص معايا. اول فيديو ده البرومو اللي انا بكلمك فيه، اللي لازم تسمعه كويس قوي عشان تعرف هعمل ايه في الحصه دي، تمام؟ الفيديو رقم 2 فيدباك، اللي هو الفيديو الاولاني في كورس الحصه التاسيسيه اللي على اليوتيوب، شو هشرحه لكم. يعني عشان اشتغل كورس الحصه الاولى لازم اراجع لك على الاتوميك ستراكشر،
والالكترونيك ديستريبيوشن. الفيديو رقم 2، يعني احنا قلنا فيديو 1 ده البرومو، 2 ده اول فيديو شرح. يس، الفيديو رقم 2 اللي هو في العد 3 دي برضو فيدباك، الديسكريبشن بتاع البريدكت تيبل. يبقى اول 2 فيديوز في كورس الحصة دول فيدباك، دي حاجات انت خدتها قبل كده، ابقى مدرس شمال لو انا دخلت في المنهج من غير ما اشرحها لك. حلو، وهكذا كل حصة كده. يعني الحصة الجاية عشان تفهمها لازم اشرح لك الاكسيديشن نمبر، ازاي بنحسب الاكسيديشن نمبر. يبقى اشرحه دلوقتي وتنساه، ولا اشرحه لك الحصة الجاية الحصة الجاية لغاية اخر السنة كده. الفيديو رقم 4 ده بداية منهج ثانوية عامة، بداية منهج ثانوية عامة، شابتر 1 اللي هو ترانزيشن اليمنتس، الفيديو الاولاني تمام، وتكملته الفيديو رقم 5. خلي بالك المنصة هتلزق الاثنين دول في بعض تمام. الفيديو رقم 6 بنشرح درس بعنوان الايكونوميك امبورتنس، لان هو الفيديو رقم 4 اللي هو بداية شابتر 1 بيتكلم على ترانزيشن اليمنتس اللي هم الديب بلوك اللي في نص البريدكت تيبل، تحديدا بنتكلم على اول سلسلة فيهم. مش عايز اقول لك كلام انت لسه هتسمعه فيبقى تقيل على ودانك. يس، يبقى البداية بنشرح زي جنرال ديسكريبشن للترانزيشن اليمنتس، وبنتعلم ازاي نعمل لهم الكترونيك ديستريبيوشن. الفيديو رقم 6 بنشرح الايكونوميك امبورتنس، الاهميه الاقتصاديه للترانزيشن اليمنتس. اذا كورس الحصه انا عايز اغير لون القلم تمام. اول 3 فيديوهات دول البرومو والفيدباك، البرومو اللي انا بكلمك فيه ده، والفيدباك الحاجات اللي خدتها زمان اللي لازم تسمعها كويس. فيديو 4 و5 و6 المنصة هتضغطهم في 3 فيديوهات، ده الشرح بتاع الحصة. 1 هنبدأ شرح الترانزيشن اليمنتس، ازاي بنعمل لهم الكترونيك كونفيجريشن. 2 بنشرح الايكونوميك امبورتنس للترانزيشن اليمنتس. يعني يعتبر كورس حصة النهاردة 2 topics، 2 subjects، transition elements، الفايدة بتاعته. الفيديو الأخير ده فيديو شرح الهومورك. في فيديو شرح الهومورك في بعض الحصص هشرح لك جميع أسئلة الهومورك سؤال سؤال، بعض الحصص هقول لك لا حرام وقتك هشرح لك بس الأسئلة اللي فيها فكرة تمام. طب ليه كده يا مستر؟ اصل الاسئله اللي هسيبها لك مش هشرحها لك، دي اوريدي انا شرحتها في فيديوهات الشرح، يبقى ليه اضيع وقتك؟ حصه النهارده انا عامل لك شرح وافي لجميع اسئله الهومورك. فيديو الهومورك اتفرج عليه امتى؟ بعد ما تذاكر الحصه كويس قوي، تفهم الحصه كويس قوي، تحفظ الحصه كويس قوي، تحل الهومورك كويس قوي، تصححه من الجايد انسر كويس قوي، وتعمل كويشن ماركس على الاسئله اللي انت حليتها ولقيت الجايد انسر اي لا اجابه غير اجابتك. وبعد ما تعمل كل ده تسمع لي الفيديو بتاع الهومورك تمام. البي دي افايه رقم 8 دي منزل لك فيها المحاضره الاولى شرح وهومورك وانسرز. طب ليه منزلها يا مستر؟ لان عاده الحصه الاولى طلبه الاونلاين ما بيكونوا لسه ما لحقوش يشتروا الملزمه، فانا عارف ان فيكم ناس سامعاني دلوقتي لسه ما جابتش الملزمه، فانا نزلت لك البي دي افايه دي. المفروض قبل ما تسمع كورس الحصه تصور البي دي افايه دي، لازم ورق الحصه يكون قدامك، اما من الملزمه اللي انت جبتها برافو عليك، او انت لسه ما جبتش الملزمه فتصور الكلام ده قبل ما تبدا تسمعني. لازم وانت بتسمعني تكون الملزمه قدامك عشان الاستيعاب يبقى 100%. خلاص، البي دي افايه الاخيره دي ده كورس الحصه التاسيسيه. كورس الحصه التاسيسيه اللي انا منزله على اليوتيوب واللي انا اوريدي هنزله لك 1 باي 1 في الملزمه، يعني تقدر تطبع دي وتقدر ما تطبعهاش. ليه؟ لان اوريدي
already included. لو فتحت الملزمة دلوقتي هتلاقي الفيدباك الأولى والتانية موجودة خلاص. فأنت ممكن ما تطبعش دي عشان توفيرا للفلوس، لكن دي لازم تطبع عشان تبقى قدامك وانت بتسمعني. تمام، جميل الكلام ده. إذن مهم جدا في كل سيشن تسمع البرومو بتاع الحصة، لأن البرومو ده بشرح لك فيه هنعمل إيه. لأن الفيديوهات اللي في النص أنا حتى بسم الله الرحمن الرحيم بقولها في سري، أنا بخش على الموضوع على طول، بوفر لك الربع دقيقة اللي أنا هقول لك فيها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد، بقول الكلام ده في سري طبعا، الكلام ده عظيم جدا خلاص. فأنا ليه بشيل كل الكلام ده؟ لأن أنا في البرومو شرحت لك كل حاجة خلاص. تفتح الفيديو هتلاقي دخلت لك الموضوع على طول. أهلا بيكم، كل الخير بينتظر الناس الأمينة، عام دراسي موفق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.